سورة صاد ذكر الله عز وجل جانبا من قصة سليمان ونأخذ منها 5 فوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاء فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الفائدة الأولى: من أعظم هبات الخالق ولد صالح. خير الذرية من حقق العبودية لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها: وولد صالح يدعو له. قال الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. يا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الفائدة الثانية: انتبه من الانشغال بهذه الدنيا وزخرفها التي تنسيك أمور الآخرة. قال سليمان عليه السلام: قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. شغلته الخيل وجمالها عن أداء صلاة العصر في وقتها. من أجل ذلك أخي في الله، اجعل هذه الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك. إما أن تكون الدنيا في قلبك فتكون الآخرة في يديك، وإما أن تكون الآخرة في قلبك وتكون الدنيا في يديك. هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قدرا. ومد يديك للرحمن دوما، فربك لن يرد يديك صفرا. واجعل من دعائك: يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. الفائدة الثالثة: تخلص من كل شيء يشغلك ويجعلك غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وإن كان غاليا. قال سليمان عليه السلام: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذه الخيل التي فتنت سليمان عليه السلام تخلص منها سليمان عليه السلام حتى لا تعيقه عن ذكر الله جل وعلا. امسح كل ما يعيقك عن الله ولو كان من أحب الأشياء إليك. الفائدة الرابعة: قبل أن تطلب من الله عز وجل الرزق الوفير
فتش عن تقصيرك وعن حالك وعن ذنوبك بينك وبين الله، فلربما أغلق الله لك بابا من الرزق بذنب أصبته. قال سليمان عليه السلام: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وتذكر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. الفائدة الخامسة، قال الله عز وجل: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. إذا أعطاك الله عز وجل نعمة فكن مثل سليمان عليه السلام شاكرا لله. عندما تحدث سليمان عليه السلام مع النملة قال الله عنه: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وعندما أتوا له بعرش بلقيس بين يديه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. بالشكر تزيد النعم وبالكفر تذهب النعم. من أجل ذلك قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما هو الشكر؟ الشكر هو صيد النعم المفقودة وقيد النعم الموجودة. يا رب اجعلنا من الشاكرين.